هو مختبر مصمم للتعرف على مهارات اللاعب، بالتالي بعد فترة ممكن للاعب أن يطور مهارة معينة، سواء في التسديد، في التمرير، في ضربات الهد، وأيضا حركة معينة في مجال كرة القدم، بحيث أن اللاعب من خلال استخدام التكنولوجيا الموجودة في المختبر ممكن يعزز من مهاراته. أوكي، هو عنده التدريب الأساسي العادي في النادي، وأيضا عنده التدريب الإضافي على بعض المهارات اللي راح يعرف شو النواقص اللي يحتاجها من خلال التحليل اللي بيتم على أدائه في المرحلة الأولى. طبعا فود لاب هذا متاح للجميع، لانه هو يستخدم في التدريب والترفيه في وقت واحد. فالتدريب يفيد الفرق التنافسيه، المنتخبات، الترفيه يفيد طبعا الرياضه المجتمعيه وبعض الاكاديميات الخاصه اللي حابه تستخدم هذا المختبر في تعزيز كفاءه، او ايضا في حتى في امور مجتمعيه، يعني في تعزيز التواصل، التعاون، لان المختبر مصمم لاكثر من غرض، منها غرض تنافسي تطويري، ومنها ايضا غرض ترفيهي. طبعا هذا اول مختبر من نوعه في الشرق الاوسط، بعد لشبونه دبي ثاني مدينه يعمل فيها هذا المختبر، ولا شك هذه تقنيه حديثه مصمم على 8 اقسام مختلفه، كل قسم يعني بتطوير جانب معين من جوانب المهاره عند اللاعب او عند الرياضي، وبالتالي وجوده اليوم راح يخدم كثير من القطاعات وعلى راس القطاعات التنافسيه في الانديه. فوت لاب هو المجمع التكنولوجي الرياضي الفريد من نوعه في العالم اللي موجود عندنا هنا الحقيقة في الشرق الأوسط، لحتى يقدم لعشاق كرة القدم من جميع الأعمار تجربة فريدة من نوعها من خلال التكنولوجيا الحديثة ومن خلال الذكاء الاصطناعي. يعني من خلال هالتكنولوجيا الحديثة اللاعبين فيهم يحصلوا على مقياس اوكي لحتى يجربوا مهاراتهم ويقيسوها، وتقدر تحصل ان كانت هالمهارات مثلا للتمرير او للتسديد او تحكم في الطابه، وتحصل على تقرير مفصل بالاحصائيات لحتى تقارنه مع نفسك او مع غيرك من زملائك. وبنفس الوقت مثل ما بتشوف فوت لاب يعني 3000 قدم مربع لحتى نقدر نعمل فعاليات للافراد وللعائلات، مثلا من اعياد الميلاد ولا فعاليات الشركات. وقررنا انه يكون هذا هو الثاني في العالم بعد لشبونه موجود هنا في مدينه دبي الرياضيه، لحتى نكمل هالحلقه ونقدر نوفر كل شيء بمكان واحد في انسبيراتوس للرياضه في مدينه دبي الرياضيه، من احسن ما بقول المنشات لاحسن الملاعب الخضراء او الملاعب المكيفه المغلقه. هلا فوت لاب كمل الحلقة، وإن شاء الله عندنا نجاح كبير لنا بالمستقبل.